فن الخزف من الفنون الإسلامية التي يتفق المؤرخون والمفكرون الجماليون على أنها أكثر الفنون تعبيراً عن المستوى الحضاري الذي تصل إليه أمة من الأمم، لأنه يبرز مستوى الدقة للأدوات التي يستخدمها الناس ويزينون بها بيوتهم. لقد استوحى الخزاف موضوعاته الفنية من التراث الإسلامي، ويهتم الخزف الإسلامي بتشكيل الأواني والأطباق والأكواب والصحاف وغيرها، ويستخدم الفنان أنواعا من الطين أو الفخار أو الصلصال. يستخدم الفنان عجلة الفخار ليتمكن من تحديد الجسم الدائري للإناء، وأسلوب العجلة الفخارية من أقدم الأساليب التي استخدمت لتشكيل الطين قبل حرقه، وقد عرفت البقاع الإسلامية فنونا خزفية بارعة تبعث على الإعجاب والدهشة. وعلى الرغم من أن الفخار سهل الكسر، فقد وجدت في أوروبا آنية إسلامية وصلت من الشرق الإسلامي، وهذا يؤكد مدى الاهتمام بهذه الفنون في القديم. وقد وجدت مجموعة كبيرة منها في الكنائس الإيطالية على سبيل المثال، تتكون من آنية مسطحة وأكواب فخارية ومصابيح زجاجية شديدة القدم. وعندما يعيش مصباح الزجاج كل هذه الفترة، فهذا يعني درجة عالية من العناية أحيط بها لقيمته التاريخية والفنية. يقول تعالى في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. لقد اشتهرت مصر بالذات في العهد الفاطمي بتصنيع الزجاج والمصابيح والخزف، وهناك كأس إسلامية نادرة مصنوعة من مواد خزفية خاصة ترجع إلى القرن السادس الهجري، وهو ما يوازي القرن الثاني عشر الميلادي. هذه القطعة موجودة الآن في المتحف المقدس في الفاتيكان، كما اكتشفت أجزاء من آنية محطمة في أكوام القمامة في الفسطاط بمصر. وتعد من أرق المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة الزجاج المزين بزخارف ذات بريق معدني. وقد استخدم الفاطميون البلور الصخري في عمل كؤوس وأباريق وعلب وصحون وفناجين وأطباق وقطع شطرنج وأختام وزجاجات متنوعة الأشكال، مزينة بأشكال نباتية وحيوانية أو طيور وأزهار.
لقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ تشير إلى الآنية والأكواب والقوارير والكؤوس والأباريق، وهذا يشير إلى أهمية الخزف وصناعاته ومنتجاته المتداولة، حيث نجد هذه الآيات في سورة الواقعة تصف أهل الجنة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. صدق الله العظيم. أمامكم الآن هذا الطبق الخزفي، عليه صورة طائر خرافي مجنح من القرن الثاني عشر الميلادي. يتكون التصميم من إطار دائري تزينه الزخارف النباتية المتسقة بشكل سيمتري دقيق، وفيه مجموعة من الدوائر الداخلية، ونجد أن أرجل الطائر تبدأ من أولى هذه الدوائر. هذا يعطي للتصميم قوة وحبكة تجعل الشكل شديد الرصانة، والشكل يوضح خصوصية الفن الإسلامي في الخزف. أما هذا الطبق الرقيق فهو من الطراز التركي المزخرف، وقد توزعت عليه أغصان رقيقة وزهيرات شديدة التناسق وبراعم تستعد للتفتح، وقد تعمد الفنان أن يجعل القسم الأيمن مطابقا للقسم الأيسر كي يتحقق الانسجام الفني الدقيق. ونلاحظ أن هذا التقسيم يدوي، لم يستخدم فيه الفنان آلة ما. هذا الطبق يرجع إلى القرن السادس عشر الميلادي. وتنتمي إلى القرن الخامس عشر مجموعة مذهلة من الأطباق والصحون والزهريات الخزفية والأكواب التي صنعت بأشكال عديدة، وقد احتفظ بها كلها نظرا لمكانتها ومستواها الرفيع أدواق وملوك أوروبا في فلورنسا ونابولي، بل واحتفظ البابا ليو العاشر بمجموعة من الفخاريات والأكواب المصنوعة في الشرق الإسلامي، وكذلك أكواب مصنوعة في الأندلس. الخزف الإسلامي ليه ملامح مختلفة في على مر العصور الإسلامية. ناخد أمثلة منها، أنه على سبيل المثال عندنا الخزف في المرحلة الفاطمية قرن 11-12 ليه مميزات خاصة، أنه اشتهر في الفترة دي البريق المعدني اللي كان كمان بتمتاز الزخارف بتاعته بوجود الروح، يعني في زخارف أدمية، زخارف حيوانية، زخارف نباتية، لكن كان بيغلب الشيء اللي فيه روح كزخارف أدمية وحيوانية. كان عندنا زخارف كتير برضو عبارة عن زخارف سوداء على قاعدة أو طينة فيروزية تحت الطلاء، فدي كانت من الحاجات المميزة قوي قوي للخزف الفاطمي. عندنا كمان الخزف المملوكي قرن 14 كان بيمتاز أن طينته سميكة شوية، بتمتاز بالزخارف الكتابية، بتمتاز بالرنوك اللي هي كانت عبارة عن العلامات المميزة لكل أمير أو لكل صاحب وظيفة هامة في الدولة، كان ليه رمز أو كان ليه علامة بتدل على الوظيفة بتاعته، دي كان دايما بنلاقيها على الخزف المملوكي، بالإضافة إلى الكتابات اللي إحنا ذكرناها. كان بيغلب عليه اللون البني الغامق
كان اللون السمني، دي كانت من الحاجات المميزه قوي للزخارف المملوكيه، ده بخلاف الزخارف النباتيه او الحيوانيه لكنها كانت ركيكه ما هياش على جوده الزخارف الكتابيه. عندنا مثلا الزخارف الموجوده على الخزف التركي اللي هو القرن ال 17 وال 18، وده كان بيغلب عليه حاجه مختلفه تماما، ان في ثراء في الالوان، يعني كنا بنلاقي في تعدد في الالوان زي الازرق الاحمر الاخضر، كان في الوان كتيره جدا، بالاضافه الى ثراء في الزخارف النباتيه، كان بنلاقي قليل جدا الزخارف اللي فيها روح اللي هي الادميه او الحيوانيه او الطيور، كان تكاد تكون معدومه، لكن بنلاقي الثراء في الزخارف الهندسيه وفي النباتيه في الدرجه او على المقام الاول. الزخارف النباتيه دي كانت بتتمثل في اوراق الاشجار، بتتمثل في زهره التوليب، في زهره القرنفل اللي كنا بنلاقيها متكرره على الخزف التركي، بالاضافه الى نوع من الزخارف كان مميز قوي ولقيناه في التركي تحديدا عن اي عصر تاني، كان حاجه اسمها قشور السمك. الخزف الاسلامي كان على راس الفنون الاسلاميه لسبب مهم جدا، ان هو كان كثير الاستخدامات، بمعنى ان هو كان في الاواني اللي احنا بنستخدمها كاكل كشرب، كان متواجد برضو كنوع من أنواع الزينة والزخارف داخل البيوت، كان بيتواجد على الإفريز اللي بيزخرف مثلا الأسقف اللي بيزخرف الجدران، فكان دائما هو في المقام الأول في الفنون الإسلامية أكثر من المعادن أكثر من الخشب، كان استخداماته كتير جدا، فاحنا دائما بنعتبر الخزف الإسلامي هو متواجد على رأس الفنون الإسلامية. ارتباط وثيق ما بين الدين والحضارة، وخير شاهد على ذلك إطلاق اسم سورة الزخرف على إحدى سور القرآن الكريم، فيقول تعالى في سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العظيم.